يشتكي الصيادلة في تونس من عقبات كثيرة تعرقل النهوض بقطاعهم مطالبين وزارة الصحة بتنظيم المهن الصيدلية وتعديل قوانينها وتوسيع هامش تدخل الصيادلة في منظومة علاج المرضى وحماية حقوقهم المهنية تنظيم القطاع الصيدلي بات هاجسا يوميا بالنسبه الى نظم الشاكري الذي يقول انه لا يجد المخزون الكافي من الدواء للمرضى في ظل ازمه كورونا من وسائل الحمايه اللي توا في الفتره نتاع البانديميه هذه نتاع الكورونا قاعدين نستعملهم المواطن بكثره واللي لقينا فيهم برشا تجاوزات قانونيه ولا برشا اخلالات في التوزيع فما الناس استغلت دعم الـ الوزارة, الـ الوزارة التجارة مثلا الكمامات أكثر من أربعة آلاف صيدلي في تونس منهم ألفان يعملون في القطاع الخاص قطاع يطالب ناشطوه بتوسيع هامش تدخل الصيادلة في علاج المرضى نكبر من المهمات متاع الصيدلي مثلا الكشف المبكر لبعض الأمراض مثل مرض السكري مثلا أه تو خاصة في الفترة هذه فترة اللي فيها الكورونا ماذا بينا الصيادلة يولي عندهم قانون يحميهم باش يقوموا بالتلقيح ويخول لهم يقوموا بالتلقيح مثلا النزل الموسمية ويشكو قطاع الصيدلة في تونس من وجود سوق موازية لبيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا ورد الظروف كما قلت لك في 2011 في الكوفيد والظروف ظروف أهمية الصيدلة وأهمية الصيدلة في المجتمع معناها مقتنعين اللي باش نوصلوا للحلول هذوما وباش نوصلوا باش الصياد يقوموا بواجبهم بكل بكل معناها في القانون اللي خير صحه المواطن وتسعى نقابات المهن الصيدلية للمشاركة في المفاوضات مع وزارة الصحة التونسية من أجل تنظيم القطاع الصيدلي أمام أزمة كورونا يأمل أغلب الصيادلة في أن تتخذ وزارة الصحة التونسية إجراءات تحميهم أثناء ممارسة مهنتهم وتدفع نحو تنظيم هذا القطاع جلال موانع الحرة تونس